وقال الرئيس السيسي أن الأزمة التي اندلعت في السودان الشقيق تنذر في حال عدم التعاون لاحتوائها بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن استمرار الأزمات في ليبيا واليمن يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك. واشتعلت كذلك أزمة جديدة في السودان الشقيق تنذر إذا لم نتعاون في احتوائها بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة. كما تستمر الأزمات في ليبيا واليمن بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وفي نفس السياق فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استنادا إلى المرجعات الدولية للحل وقرار مجلس الأمن رقم 2254.